السلام عليكم ورحمة الله. خاوتي ان شاء الله تكونوا بخير. هذه خرجت 21 اكتوبر 2022. توكلنا على ربي خاوة، خرجنا كما قلت لكم ديما كالعادة نديرو دراسة قبلية على المواقع تاع الطقس ونشوفو حالة البحر ونحاولو نسقطوها على الواقع تاعنا. اليوم خاوة كان بارادوكس، كان تناقض تام بين المواقع وبين الشاطئ اللي رحت له. في المواقع كانت تقول في اتجاه الشاطئ هذا تكون رياح جنوبية عفوا شرقية، وكي رحت لقيتها جنوبية غربية. الكارثة ميش هنا الخاوة، كانت في التيارات. والله يا خاوة تيارات قاتلة صح. علاش عليك ما جيت نخرج من المكان هذا تحاسبت، وبغلطة داتني ديركت وطحت في لازون. لما تولهت لقيتها مجبد سحبوني. علاش عليك ما خاوة ضربت اكثر من ساعتين وانا نجبد في المكان هذا. شوفوا مع بعض الخاوة لان الاعشاب كيف قعدت تطاير. هذه اللي هنا كانت في الحدود تاع المكان، ما كانت في وسط المكان. بعد كي دخلت المكان هذا كارثة على شريك، ما جيت نخرج منه بالسيف. والحمد لله كي خرجت كنت منهك صراحة، كانت الطاقة صفر، الباطري أبلا. حبيت في الرتور في طريق العودة تاعنا حبيت ندير لك كلكو زابني نشوفو تراش كش ما يجيب ربي، لانه ما يسمح ليش الانسان كيما نقولوا الجسم الحالة البدنية ما تسمح ليش باش نكمل الغوصة تاعنا. هذه لهنا بتيميرو كيما نشوفو مع بعض. كيما قلت لكم اخوة كنت عيان قراف. هذه النقطة اللي حبيت نحكي عليها، انك الانسان كي يكون عيان راه يتروح توتر التركيز وتوتر الدقة، وهذه هي النتيجة تاع الخرجة تاع اليوم. زارو بواسون، علاش زارو بواسون؟ مش ما كانش الحوت خاوة، كان كاين الحوت لكن التسديدات كامل تاعي ما كانتش موفقة، وهذا ناتج على كيما نقولو لافاتيك. كي تعود الانسان عيان راح يروح التركيز، وكيما قلت لكم خاوة راهو ممنوع الصيد في الحالة البدنية هذه. وما كي كانت في طريق العودة تاعي تصادفت مع حبة تاع الكارون هذه تيري تحتها، وديفو فيا انا الخاوة انه ما كنتش مركز. وعلاه ما كنتش مركز؟ لان الانسان كي يعود عيان راح يروح له التركيز. الا هنا تاني كيما رانا نشوفو مع بعض حبة ليمو ما شاء الله، هذه فيها اكثر من 2 كيلو تيريتها. وكي قعد الانسان مش مركز مليح تير جافت فارتها وتقطعته وهربت لي. هذه اللي هنا الخاوة اللي تبعوا من قبل الفيديو اللي نشرته وشاركته معكم، الله ريسبيراسيون ديافراغماتيك. حبيت نشارك معكم فيديو تطبيقي باش نشوفوا كيف تنفسوا من بعد الاسترجاع. يعني هذا التنفس الطريقة هذه نستعملوها بعد الاسترجاع وقبل الغوص مباشرة. كما رانا نشوف الخاوة نخرج البطن نستنشقوا الهواء ومن بعد ندفعوا البطن تاعنا باش نفيديو. درك من بعد ما عبأنا الرئة نهبطوا الكانار تاعنا الخاوة. كيما شفنا مع بعض لازم يكون 90 درجة، لانه هكا بالطريقة هذه راح يسهل علينا الغوص خلاص، سيرتو باش نشقوا المياه باش نهبطوا. خاصة في الامطار الاولى راح نلقاو الضغط الايجابي وين راح يدفعنا تم العودة. لذلك يكون الكانار تاعنا مسقم 100% مش راح نلقاو صعوبة في الغوصة تاعنا. والحمد لله من بعد ما نغوصوا الخاوة نحاولوا ديما في لاسوبلاس تاعنا نميتريزيوها، لانه لاسوبلاس تاعنا هذيك هي اللي راح تحدد النجاح تاع الغوصة تاعنا. كيما نشوفها مع بعض تاني طونديو لي بي تاعنا نالونجيلو احنا مليح الحمد لله. هذه هي للعموم خاوة الخرجة تاع اليوم كانت 100% راضي الحمد لله. النعمة الكبيرة الانسان اللي خرج سالم، وهذا بفضل ربي سبحانه. ان شاء الله يا ربي منه وجاوي يكونوا خرجات ملاح. الله المستعان. السلام عليكم.